اهلا وسهلا عليكم، انا احمد كمال بتاع افلام. بناء على طلب بتوع افلام، اكتر كومنت جالي منكم في الحلقه بتاعت مسرح مصر اللي انا عملتها، اعمل لنا ابو حميد بقى بالمره على اسن قلب العربي. ودينا اهو بتوع افلام بنفذ كل طلباتكم زي ما انتم عايزين، بس طلب واحد يا بتوع افلام. احنا كنا جات لنا فتره كده كنتوا بتردوا على سؤال الحلقه، بتقولوا لي ايه رايكم في الحلقه وبتاع. بعد كده رجعنا من اول الحلقه، مش اللي فاتت او اللي قبليها غالبا، رجعنا تاني لقسم الطلبات. ابو حميد اعمل لنا عن اليمامه. ايه اللي في حد كتب لي اليمامة بس كده؟ يعني كتب لي اعمل لنا عن اليمامة، انا مش فاهم. طب انا اعمل ايه؟ هوريكم. اعتقد عملوا سكرين شوت. يعني عامة يا بتوع افلام، انا عارف ان انا من اول الحلقة دي هتكتبوا لي الكومنتات عادي وتردوا علي عادي وصباح الفل، بس يعني نستمر كده. وانا اوعدكم والله خلال الاسبوع ده واللي بعديه اعمل لكم بوست كده على اليوتيوب او على الفيسبوك او على الانستجرام، تقولوا لي طلباتكم الحاجات اللي انتوا عايزينها وكده. بس واحدة واحدة، انا مش هعرف اعمل 1000 طلب في 1000 حلقة. ناخد طلب ورا طلب كده زي ما احنا متعودين على طول كده في الشانل هنا. ومعلش طولت عليكم جدا في الانترو، وهنتكلم طبعا عن حلقتنا النهارده عن نجوم اسن قلب العربي وهم وصلوا لفين دلوقتي، ومين اللي بارز فيهم جدا ومين ناجح. كل الكلام ده هم بسم الله ما شاء الله كلهم ناجحين كل حاجه. بس عايز طبعا قبل ما ابتدي الحلقه عايزك تظبطني بقى معلم، دوس لايك وشير وسبسكرايب للقناه لو اول مره، عايزك تشترك على انستغرام بيج والفيسبوك بيج وتدوس على جرس التنبيهات عشان تجيلك الحلقه اول باول. ويلا بينا نخش في الحلقه. اسن قلب العربي يا جماعه ابتدت سنه 2016 وتكون منها 5 مواسم فقط لا غير، وكل موسم بيتراوح حلقاته ما بين ال 14 ل 15 حلقه. طب ايه اسن قلب دول يا ابو حميد اساسا؟ لازم برضو عشان تعرف ايه اسن قلب العربي اللي انتشر جدا في الوطن العربي ونجح جدا، وكل نجوم ابتدوا دلوقتي يبقى ليهم ادوار كبيره جدا في اعمال كبيره والابطال ونجوم كبار، فانت لازم تعرف ايه البدايه بتاعت اسن قلب. اسن قلب دي حاجه معروفه جدا وعايشين عليها من اول السبعينات في امريكا، وده يعتبر من اكتر الشوز الناجحه اللي اتعملت في تاريخ الشاشات الامريكيه عامه. وكانوا زي اسن قلب العربي كده بيجيبوا كل النجوم الكبار جدا ويعملوا سكتشات معاهم ويبقى ليهم ادوار. بس اختلفت طبعا عشان من السبعينات حتى ليومنا هذا اسن قلب شغال اساسا في امريكا، فطبعا كل الطاقم والكرو بيتغير، بس النجوم التقال جدا كان بيبقى شرف ليهم كبير قوي ان هم يطلعوا ولو يوم واحد في اسن قلب بره. ويتكون اسن قلب بتاعت بره بقى اللي هي شغاله لغايه دلوقتي من 45 موسم، زياده 40 موسم عن اسن قلب العربي. ويتكونوا من كام حلقه بقى يا معلم؟ 889 حلقه. اما اسن قلب العربي فهو مجموع الحلقات كلها 67 حلقه. بس من ضمن الحاجات اللي شدت الناس جدا وكانت غريبه جدا على الجمهور العربي والوطن العربي، ان انا فعلا من زمان وانا صغير كان نفسي اشوف شو كده يتعمل في مصر الصراحة. وسوف يذكر التاريخ ان هم دول او النجوم اللي انا هتكلم عليهم دول هم اول ناس عملوا اسن قلب العربي. وطبعا اسن قلب العربي زي اسن قلب بتاعت بره، كل النجوم التقال جدا اللي في الوطن العربي عملوا حلقات، وكان بيعتبر بالنسبة لهم حاجة كبيرة جدا ان انا ابقى جزء او ابقى حلقة عامة في تاريخ اسن قلب. وطبعا من ابرز النجوم اللي كانوا موجودين الفنانة منى زكي والفنان محمد رمضان، وكانت حلقة احمد فهمي بتعجبني جدا وبتضحكني قوي، وايضا الفنان احمد الفيشاوي كانت حلقته جميلة وجامدة جدا. وعندك طبعا احمد السقا، عندك كل النجوم فعلا يا جماعة تقال جدا، وروبي كله يابا راح اسن قلب. قليل جدا اللي في الوسط الفني المعروفين جدا، يعني يعتبر 1% مثلا هم اللي مرحوش البرنامج بتاع اسن قلب. ونبتدي طبعا بالكرو وابرز المشهورين في اسن قلب، ونشوف دلوقتي وصلوا لايه وعملوا ايه من بعديها. مثلا نبتدي مثلا بخالد منصور وايضا الفنان شادي الفونس، الاثنين انتوا فاكرين طبعا بدايتهم كانت مع نجم وملك اليوتيوب في الوطن العربي الدكتور باسم يوسف في برنامج البرنامج، وطلعوا بعديها انتشروا وبعديها راحوا عملوا اسن قلب. وطبعا احنا فاكرين برضو خالد منصور لما طلع مع احمد حلمي فيلم اكس لارج، وايضا دلوقتي يعتبر اخر اعماله كمسلسلات مسلسل حكايات بنات. اما الفنان شادي الفونس برضو شفناه في حاجات كتيره جدا،
جدا، وشفناه برضو مع خالد منصور في مسلسل العالمي اللي حاز بجائزة الجولدن جلوب رامي. وطبعا لو ما شفتش الحلقة بتاعتي وانا بتكلم عن رامي ابقى شوف الحلقة، هسيب لك اللينك فوق. وطبعا برضو نرجع لخالد منصور ونقول ان هو يعتبر اشهر الناس اللي بيعملوا فويس اوفرز عامة في كل الاعلانات وحاجات كتيرة جدا جدا عندك بقى من هنا للصبح يعني. اما الفنان شادي الفونس فيعتبر اخر اعماله نزلت النهاردة على منصة شاهد، وهو مسلسل كريموفوبيا. وانا اتفرجت النهاردة على اول حلقة منه، وبيقولوا لي تحت برضو في الكومنتات اهو، سيبوا لي رأيكم تحت في الكومنتات عايزيني اعمل له حلقة ولا لا، الحلقة اللي جاية او اللي بعديها ايا كان. اما من ضمن الفنانات اللي برزت جدا من بعد SNL، وكانت هي موجوده اساسا في مسلسلات كتيره جدا قبل كده لكن ابتدت تتشاف، اشتركت مثلا في البطوله مع هشام ماجد وشيكو في فيلم قلب امه اللي دلوقتي موجود على نتفليكس لو حابب تتفرج عليه، وهي الفنانه نور ادري. وايضا برضو من ضمن الفنانات اللي انا قلت لكم لما عجبتني جدا في مسلسل نصيبي واسمتك ودمها خفيف وتمثيلها طبيعي جدا، وهي الفنانه نانسي صلاح اللي اخر يعتبر اعمالها برضو موجوده على نص تشاهد دلوقتي، وهو مسلسل ممالك ابليس، مملكة ابليس يا جماعة معلش، يعني هو طلع اسمه مملكة ابليس. وبرضو حاليا هي بتصور دلوقتي مسلسل مع هيفاء وهبي ومن اخراج المخرج كريم العدل. وطبعا من ابرز المواهب الشابة الجميلة الكوميدية الفنان اللي كان عامل بومينج رمضان اللي فات، الفنان اسلام ابراهيم اللي كان قايم بدور حمادة في مسلسل بميت وش، وكان ليه سكتش برضو عامل فيه بنت او ست برضو كده زي اللي كان عامل في ميت وش، كان مسخرة وعاجب الناس كتيرة جدا ساعتها، الناس توقعت ان هو هيبقى بوتنشل عالي جدا في الكوميدي. وبرضو من ضمن ابرز المواهب اللي انا بالنسبة لي ده هو من المواهب التقيلة جدا في مصر يا جماعة، وهو الفنان محمود الليسي. محمود الليسي يا جماعة فنان شاب جامد جدا، وقد ايه انت شفته مسخرة في اسن قال، وبعديها شفت له دوره في مسلسل حتى لا تطفئ الشمس والمشهد بتاعه اللي عيط ناس كتيرة، وقد ايه هو ممثل درامي رائع واكتر من رائع. وحتى مسلسل النهاية بتاع يوسف الشريف كان كل ما بيطلع كل ما كنت ببقى مبسوط الصراحة. ويعتبر برضو اخر اعماله اللي عملها كان برضو سيت كوم نزل رمضان اللي فات مع مسلسل النهاية وكان اسمه ونسني وعجب ناس كثيرة جدا، وكان المسلسل ده يعتبر كومبانيشن كده بتوع مسرح مصر على بتوع SNL. وطبعا انتوا عارفين يعني من غير ما اقول لكم ان انا بحب جدا الفنانة ميرنا جميل، وقد ايه انا بقول لكم في كل حلقة غالبا بتبقى هي مشتركة في كل حاجة، بقول لكم افتكروا كلامي ان هي هتبقى من اتقل نجوم كوميديا كستات الفترة اللي جاية، بتعجبني جدا وبتضحكني جدا وكلنا حبيناها في شخصية ميس إسراء والعلاقة الأكتر من رائعة ما بينها وما بين شيكو في مسلسل اللعبة. وطبعا هننتظرهم في مسلسل اللعبة الجزء الثاني اللي هو المفروض ينزل رمضان اللي جاي، بس كده كده بقولك هي حتى طلتها في فيلم توأم روحي لمدة 3 دقايق، بقولك ساعتها عملت قلق في السينما، الناس كانت بتضحك جدا في المشهد بتاعها في الفيلم مثلا. وبرضو من النجوم الشابة البارزة الفنان توني ماهر اللي عمل مسلسل الحساب يجمع مع الفنانة يسرى وبقى من النجوم، يكفي اساسا انك انت تطلع مع يسرى دي حاجة بوم. ونفس الكلام برضو عن الممثل الشاب حازم ايهاب اللي طلع برضو في لدينا اقوال اخرى مع الفنانة يسرى، وايضا في مسلسل لاخر نفس مع الفنانة ياسمين عبد العزيز. وبرضو من ضمن كرو العمل بتاع SNL بالعربي الفنان الشاب احمد سلطان اللي يعتبر برضو اخر اعماله مسلسل ونسني مع محمود الليسي وسارة الدرزاوي والناس كلها دي، وبتفرج عليه على منصة شاهد لو انت ما شفتوش قبل كده، وانا لغاية دلوقتي لسه ما شفتوش اساسا بس ناوي كده كده اشوفه لان فعلا عجب ناس كتيرة من صحابي يعني. قبل ما انهي الحلقة عايز اقول حاجة مهمة جدا، ان انا اتمنى ان انا اشوف مواسم اكتر واكتر 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 في SNL وشوفوا بتوع برة، بقولك عندهم 45 سيزن يعني، اتمنى ان احنا نكمل في حاجة، لما نبتدي حاجة نفضل نكملها وتفضل مكملة وما تنتهيش، هم لسه لغاية دلوقتي مكملين وعادي صباح الفل. وبرضه قبل ما انهي الحلقة عايز اسال سؤال مهم جدا بتوع افلام، هل انت شايف ان نجوم مسرح مصر بقوا ابرز دلوقتي ولا نجوم SNL ابرز؟ بس عامه يعني بص برضو لازم نتكلم في حاجه مهمه جدا، طبعا نجوم مسرح مصر دلوقتي بقى كل نجم فيهم او اغلبيه النجوم اللي فيهم ممكن يعملوا فيلم لوحدهم دلوقتي وينجح، او مسلسل في رمضان لوحدهم وينجح، معاك في كل الكلام ده، بس انا بكلمك ابرز في ايه بقى يا معلم، اللي هو سؤال الحلقه كده بفزلكه كده وجمال وكده. الحنكه بقى في ايه يا معلم اللي انا برغي لك فيه، ان بص في ناس بتبقى نجوم فجاه كده بعد كده
نجمهم بيقع واحده واحده. يعني احنا شفنا علامات من كده كتير جدا عادي صباح الفل. وفي نظريه تانية بتقول لما النجم ياخد واحده واحده كده ويطلع في حلقات ومسلسلات وافلام ويعمل واحده واحده بيستوي كده وبعد كده يبوم فيما بعد. انت شايف ايه من وجهه نظرك؟ اكتب لي رايك تحت في الكومنتات، دي اهم حاجه في الحلقه بالنسبه لي، وهرد عليك بنفسي بس تتكلم في كونتنت الحلقه. وبرده سؤالي ليك، مين ابرز نجم في اسن قلب بتحبه، وايه اكتر حلقه حبيتها وبتحب تتفرج عليها انت واصحابك وتعيدها كتير جدا من النجوم اللي حضروا في ضمن حلقه؟ يعني قول لي مثلا حلقه احمد سقا، قول لي حلقه احمد فهمي زي ما انا قلت لك كده، مثلا حلقه احمد فهمي واحمد الفيشاوي مثلا. سيب لي رايك تحت في الكومنتات. وطبعا اتمنى منك يا بتوع افلام، يعني اهم حاجه يا جماعه عشان تلعب الموضوع ده بيفرق بجد، يعني عايزك تدوس لايك وشير وسبسكرايب للقناه لو عجبتك الحلقه طبعا، وعايزك تشترك طبعا على انستغرام بيج والفيسبوك بيج وتدوس على جرس التنبيهات عشان تجيلك الحلقه اول باول. دوس لايك ها، يعني بعد اذنك لو تكرمت كده، يعني بعد اذنك يعني. واحلى مسا عليكم. ماشي احلى بيك يا فضوني يا انا قتلت ليه كده